احنا اليوم قدام الكوميساريه ديال تسهيله، المستجد اللي كاين وهو ان رئيس الوداديه تعتقل البارح، وحنا جايين باش نقدموا الشكايات ديالنا وندليو بالاقوال ديالنا ونبينوا بلي ان احنا راه تنصب علينا، وخاصة الاجراءات القضائيه تاخذ المجرى ديالها وباش نردوا الحقوق للمنخرطين. واحد العدد ديال المنخرطين راه كاينين هنايا وغادي يدلوا بالتصريحات ديالهم وعندهم الوثائق ديالهم اللي كتثبت بلي انهم راه منخرطين في هذه الوداديه منذ سنوات، ولكن راه مازال ما تسلموا لا الشقاق لا البقاع لا المستحقات الماليه، حتى هذوك اللي طلبوا الانسحاب من سنتين هذه مازال ما تسلموا حتى شي مبلغ. وبالتالي حنا كنطالبوا من الجهات القضائيه باش تنصفنا وتنصف المنخرطين وترجع لهم الحقوق ديالهم. ما نقدرش نجزم ولكن فايته 70 شكايه، فايته 70 وربما اكثر، لان المضمون ديالها هي النصب والاحتيال، هذا هو المضمون ديالها في الغالب كلها النصب والاحتيال. وكتختلف المبالغ، كاين اللي دفع مثلا 20 مليون، كاين اللي دفع 14، كاين اللي دفع 30، كاين اللي دفع 50. الناس مختلفين على حسب المشاريع، لان المشاريع كتختلف حتى هي، ماشي بحال. وهذا الاعتقال ياتي بعد مذكره بحث عن الرئيس، لانه كما كنعرفوا كان تم الاعتقال ديالو سابقا، يعني هذه واحد شهرين، ومن بعد ذلك تم اطلاق سراحه، سراح مؤقت، باش يلقى حلول لهاد الناس هادو، هاد المنخرطين اللي في المشاريع الوداديه، ولكن ما بدون نتيجه. وبالامس كما سبق القول تم اعتقاله للمره الثانيه، والان نحن في انتظار اخذ تصريحات وشكايات المنخرطين بخصوص هذا الموضوع. هذا بالنسبه للانخراطات في هذه الوداديه، التاسيس ديالها كان سنه 2013، وبدات مشاريع في تملل، في تمازرت بيت تملل المشاريع الاولى، ومن بعد الناس ما كانوش عارفين ان كاين مشاريع اخرى ديال الوداديه باسم الوداديه، حتى ولاو تقريبا 8 ديال المشاريع. وفي هذه المشاريع كاين مشاريع وهميه، كاينه مشاريع وهميه يعني على الورق، كانوا كيبيعوا للناس على الورق، ولكن ما كاينش هاد البنايات ولا هاد الاراضي ما كاينش في الاصل. وكان كل واحد فوقاش انخرط، يعني السنوات اللي انخرط مختلفه، كاين اللي انخرط في بدايه التاسيس ديال الوداديه 2013، وكانوا كيوعدوهم قال لهم في 2018 ولا 2017 غيكون تسليم. من بعد جاوا ناس اخرين بدا كينخرطوا، انا من المنخرطين الاواخر ديال 2019، ومنين دخلت 2019 يعني شهر جوج في فيفري ديال 2019، وقال لي راه كاين تسليم غيكون بعد 6 شهور، يعني في الصيف ديال 2019. دابا تقريبا دازت سنتين على الاخر، وكاين مشكل اخر هو ديال الانسحابات، الناس دفعوا الانسحابات ديالهم على اساس غيتسلموا، لان صافي تعطل هذا الشيء ولقاو ان ما غاديش يتسلموا الشقق والاراضي ديالهم، داروا طلب الانسحاب وكيوعدوهم بان غادي يرجعوا لهم المبالغ ديالهم، ولكن حتى واحد ما تسلم شي مبلغ ديالو، يعني باقي الامور كما هي الى حدود الساعه. رساله للمنخرطين، يعني الناس اللي خارج الوداديه كنحذروهم باش ما يطيحوش في هذا الفخ اللي طحنا فيه ديال الانخراط في الوداديات، لان كيكونوا هما كيوهموا الناس بشي اشياء كتكون غير حقيقيه. كيقول لك مثلا غتاخذ شقه بواحد الثمن مغري مثلا اللي هو مخالف للثمن اللي كاين نقولوا حنا في الواقع، وهذا كيجعل ان المنخرطين كيتوجهوا للوداديات باش يعني ربح لهذا، ولكن في الاخير كيكون مجرد سراب وضياع ديال الناس، كتضيع في الحقوق ديالها.